ايه ده؟ انت مالهاش اثر؟ مالهاش اثر؟ ده مركب. هنروح فين؟ نروح نشوف ايه اللي حصل؟ العجله نامت ولا فرقعت ولا حصل ايه اللي حصل؟ ده يوم اسود. اركب اركب يا اخويا اركب بسرعه. يلا لف الصوره. مش قلت لك راجعين ياض؟ الحمد لله. بس براو عليك اصلي. مش قلت لك؟ امال العربيه مين دي؟ بلاش اسئله غبيه يا بركه. طيب طب زي ما كاش معاك ليه؟ يا ابني جاي وراك اهو. وصل اهو. سلام يا زين. عشرة على عشرة يا ياض، طلعت ابن جنيه بصحيح. اهو كده تعجبنا يا صاحبي، مش قلت لك بطل تشاؤم وخليك متفائل كده على طول. لا ما خلاص التشاؤم ده طلعته بالثلاثة. عليا النعمة، بحبك يا أشقر. حبيبي حربي. أنت بتكلم مين؟ أكلم المعلمة أطمنها؟ كلمها. الو. ايوه معلمه، كويس انك لسه صاحي. وانت فاكر ان انا اقدر انام من غير ما اطمن عليكوا على العمليه؟ لا طمني يا معلمه، كله تمام التمام. حصلت اي مشاكل؟ خالص يا معلمه، كله اصلي. احنا دلوقتي هنشون البضاعه، وبكره ان شاء الله الصبح هجي لك ارسيكي على الموال كله ونشوف هنتصرف ازاي. الليله تفوت عليا الليله، مش هستنى لغايه بكره. سلمي على زين وعلى بركه. يوصل يا معلمه. سلام. بتسلم عليك يا زين. الله يسلمك ويسلمها يا حربي. طب وانا؟ وانا يا حربي؟ وانت كمان يا بركة. يا بركة. حلاوتك يا عاطف. حلاوتك. يا برافو يا عاطف بيه. برافو يا بنات، برافو. ميرسي. هو الجميل واقف لوحده ليه؟ ما تيجي نقرب. ما تقوم تصب للأمامير دول كاسين حلوين كده، ولا احنا هنفضل نشرب ونسكر وهما يجوا يهووا علينا. يا سلام من عينيا يا رشوان بيه. خدت بالك عنتر؟ ايوه. اعمل كاسين. حاضر اروح اعمل كاسين. احنا قلنا نقرب المسافات. سوري انا زعلان منك جدا جدا، من ساعة ما جيتي ما قلتيش كلمة واحدة. ما انا اصلي كنت مستنية انت تتكلم. ايه الطقم الادب اللي انت فيه ده؟ خف عليها شوية يا رشوان بيه، دي لسه جديدة في الجو بتاعنا ده. كمان انت عارف يعني متأكد ان احنا من عيلة محافظة قوي قوي قوي. ايوه ايوه شفتوا. النعلة الغلبان. المية في ايديكي وحنطر عطشان حبيبي. الو عزام بيه، رشوان بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبة مصيبة يا عزام بيه. ايه اللي حصل؟ التريلا، التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله، هو في ايه يا عنتر بيه؟ في ايه يا عزام؟ مفيش حاجة، دنيا
خدي دعاء وروح براح يوصلكم لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعدة حلو. الليل جاي كتير يا عنطر. يلا يا دنيا. يلا يا بنت يا دعاء. أنا مش عارف قلة المزاج دي. يلا. إيه يا عزام؟ في إيه؟ العربية اتسرقت. عربية إيه اللي اتسرقت؟ أنهي عربية اللي بتتكلم عليها؟ العربية اللي فيها البضاعة. يا دي المصيبة. يا دي الليلة الطير. هنعمل ايه؟ هنتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى استنى. ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجه. مش لما نعرف احنا الاول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط. نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رسوان هيسكت؟ أعلى مفخده وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفتري قوي واكل حقوق ناس كتير، يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده وبقابلني بقى لو عرف أحل. يا خوف يا حرب لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده؟ ياه ده جوه العربيه وسط الحديد. انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. من السكر بودره ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيده. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء الحكايه طلعت سهله مش صعبه زي ما كنت فاكره. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا. انا مش واخده عليه خالص. بكره يا اختي هتتعودي. انا مش عارفه يا اختي لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرى لنا ايه. نهار اسود. قال يا دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل. حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ يا بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هما في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه. احنا كنا ماشيين في امانة الله والعربيه ورانا بنبص ما لقيناهاش. فص ملح وداب. يعني ايه فص ملح ودابت؟ قرش وواقع في بلاعه. دي تريلا. عارف يعني ايه تريلا؟ تريلا. استنى يا رشوان. استنى ايه بس؟ ما انت سامع بيقول لك تريلا واحد. اهدى يا رشوان واسكت. يعني ايه اهدى؟ انتم شويه رجاله ورا ما تنفعوش كمان تبقوا رجاله. انتم شويه زباله. السواق والتباع تعرفوهم كويس؟ ايوه يا باشا. يعني مضمونين؟ دول رجالتنا. الشيطان شاطر يا حلفي. يكونش حد لعب في دماغهم؟ عارفين هم ساكنين فين؟ عارفين عنوانهم كويس؟ هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. حكاية كده كبرت قوي وبهوهت على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحية كبرت فهي كبرت. اما حكاية بقى ان احنا مش قدها دي والله مش عارف. هو ايه ده اللي مش عارف؟ اذا كنا عاملين الف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربية فيها بضاعة بكام الف؟ ما بالك بقى لو خدنا تأبيدة زي دي تسوى ملايين. هيعمل فينا ايه؟ عندك حق يا زين. الحكاية تخوف. تخوف دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى اكيد عنتر الشندويري موجود في الليلة. ومين عارف مين تاني موجود. والناس دي يا اخويا مش هتسكت لما البضاعة دي ترجع لهم. يبقى احنا لازم نتاوي البضاعة دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق. او نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمة يا عم نعمة. حد يرفض النعمة؟ النعمة اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقه. ده لو اصحابها ما جابوناش من قفانا من الاول يا اخويا ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقه ولا سجن. دول علقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم كده البضاعه دي نخلص منها خالص. نرميها في النيل بقى نحرقها نعمل فيها اي حاجه. احنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها. احنا هنتويها لغايه لما نشوف اصحابها هيعملوا ايه. طب
المعلمة انشراح. المعلمة انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف أي حاجة عن البضاعة. أيوة حربي، بس المفروض لا بس ولا ما بس يا بركة، خلاص بقى أنا دماغي أكسدت وتعبانة ومش قادر أفكر. إحنا دلوقتي هنعدل العربية ونروح، وبكرة حلها ألف حلاق.